منظومة الأخلاق عند المرأة محكومة بخلق الحياء، فإذا انفرط هذا العقد، إذا انفرط عقد الحياء انفرطت أخلاق المرأة كلها. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرينان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وعائشة رضي الله عنها تقول: رأس مكارم الأخلاق الحياء. تأمل، رأس مكارم الأخلاق الحياء. ولذلك ليس خاصا بالمرأة، حتى بالرجل. فابن القيم يقول: الحياء أصل كل خير، وهو حياة القلب ومادة القلب. يعني الإنسان إذا كان حيا لن يعصي الله تعالى، لن يرتكب الفواحش، لن يخالف أمر الله تعالى أصلا، لأنه يستحي من الله تعالى. وإذا كان يستحي من الخلق لن يتجرأ على أذاهم، لن يتجرأ على إلحاق الأذى بهم وعلى أكل أموالهم وانتهاك أعراضهم وسفك دمائهم، لأنه يستحي منهم. إذن الحياء أصل كل خير، فإذا انفرط عقد الحياء انفرطت الأخلاق. ولذلك نتأمل في قصة بنت شعيب قليلا، تلك البنت الصالحة عندما جاءت إليه، عندما قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأن الحياء مركب تمشي على استحياء. قبل ذلك عندما وصل موسى عليه السلام ورآهم، رأى تلك الفتاتين، رأى موسى عليه السلام تلك الفتاتين وهما يذودان الغنم عن الماء، قال: ما خطبكما؟ وهنا انظر إلى الحياء في موسى عليه السلام، لم يتعرف، لم يطلب التعرف، لم يفتح معهم بابا حتى يحفظ كرامتهما وحياءهما. ما خطبكما؟ بس ما شأنكما؟ فإجابة مختصرة مقتضبة: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ننتظر انتهاء الناس من الزحمة هذه، وأبونا شيخ كبير، تعليل وتبرير، نحن ما وقفنا في هذا الموقف إلا اضطرارا، لأن الأب شيخ كبير عاجز. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. انظر إلى موسى عليه السلام: فسقى لهما ثم تولى، لم يفتح أيضا حديثا معهما، ما فتح أي حديث، ما انتظر منهما ثناء ولا شكرا. انظر إلى الحياء، وحتى يحفظ أيضا حياءهما. موسى عليه السلام يقول الله عز وجل عنه: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، توجه إلى الله تعالى. جاءته بعد ذلك تلك الفتاة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جمال المرأة في الحياء، وكلما ازداد حياء المرأة ازدادت قدرا وشرفا عند صاحب الفطرة السليمة. والحياء هو السور والحصن الحصين الذي يمنع المرأة ويحميها ويحرسها من الأعين الآثمة ومن الأيادي الشريرة ومن النفوس المجرمة. وإذا كان الرجال يزينهن، يزينهم العقل الراجح، فالنساء يزينهن الحياء.